محمد بالمرمى المكتوم تهانينا للفائزين. نواصل إذن مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد هذه اللقاءات والمنافسات من جديد وتحدي هذا الشوط، هذه الانطلاقة الذي من خلال هذا الشوط نتابع شوط خاص بالحول المحليات الأصايل، الحول المحليات الأصايل ينطلق هذا الشوط لتتنافس هذه النوعية القليلة ولكنها النوعية المميزة والفريدة والراقية في الأسماء. نعود لنتابع صدارة الشوط ونبدأ من البداية بالانطلاق، وماذا يحدث من تحدي، ماذا يحدث من تنافس على البداية الصدارة. إذا نتابع صدارة الشوط لنرى مشاهدينا الكرام الشاهينية من حققت البداية والاندفاع الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هي اللي بدأت من البداية تعمل على خط البداية، المضمر عمر باللاحج الهاجري، بينما الشاهينية الأخرى في المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر منصور بن سعيد بن مرانة، والمركز الثالث شوفوا صدفة إذا تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها السيف بن أحمد بن خريدة، خذ المركز الثالث في هذه اللحظة والمركز الرابع عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر والمتابع لهذه الانطلاقة راشد بن سعيد بالغافرية، أما المركز الخامس فوصولا إلى الذيبة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، يضمر الذيبة سعيد بن مبارك الوهيبي، هذا المركز الخامس في هذه اللحظات. سادسا نصل إلى شعلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والكابتن خليفة بن سالم بالصقعة، الكابتن الله 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 قلبي هزف عنكم ينوبي واشتل عنكم بالرحيلي، وينك يا الكابتن؟ ياخذ المركز الان السادس. نشوف المركز السابع، نشوف مياسه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر مياسه مسري بسالم العرضي الحميري، والمركز الثامن تصل الشاهينيه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر الشاهينيه خليفه بن سلطان بن رشيد، المركز التاسع وصلت شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عمر بن مبارك أو عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري بالتضمير، المركز العاشر تصل مشاهدينا الأعزاء مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء في النداء الأول لمجريات وناموس والتحدي هذا الشوط. التغيير أكيد طاري وجاري في كل اللحظات وفي كل حين، لكن اندفاعات الحول المعروفة دائما بهدوها من البداية، لكنها مع الأمتار الأخيرة تصير في زود، تصير في تحدي، تصير في ناموس. نعود لنتابع مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الأولى، ولكن الصدارة الأولى في هذه اللحظة، من يتابع، من يقود المجموعة؟ هناك الشاهينية هي من تقود هذه المجموعة وهذه الفئة وهذه النوعية، الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قادت المجموعة، يضمر الشاهينية عمر بن لاحج الهاجري، بينما الشاهينية الأخرى تراقب الموقف في هذا اللقاء، ويضم الشاهينية تعود من كتاب الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، واللي يتابعها في التضمير والمتابعة منصور بن سعيد بن منانة السويدي، يأتينا في المركز الثاني المركز الثالث. نشوف المركز الثالث، هناك وصلت مشاهدينا الأعزاء وصول الشاهينية الأخرى كذلك لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد بن سعيد المكتوم، المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد يأتي في المركز في ثالث المراكز، وبينما المركز الرابع تأتي صدفة في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سيف بن احمد بن خريده، والمركز الخامس هناك اللي واصل الان الذيبه لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف النهيان، مع المضمر سعيد بن مبارك
الوهيبي يتواجد في هذا الموقع. أما مياسة احتلت المركز السادس وتقدمت من خلال هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر بسري بن سالم بالعرطي الحميري المركز السابع. نشوف ونشاهد الشواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن حمود بن دعفوس المنصوري يتواجد في التضمير على المركز الثامن المركز التاسع. تصل من خلال هذه اللحظات مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب سعيد بن سالم الينيبي في تضميره المركز التاسع. هناك عجيبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية وعاشرا مع الكابتن شعلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر خليفة بن سالم بالصقعة. هذه الأسماء الأولى مشاهدين الأعزاء والتنافس الأول من خلال هذه اللحظات. إذا نتابع أعود بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولكن تنافس الشوط لا زال في تنافسه القوي. وهناك الصدارة السلالة الشاهينية، الشاهينية تتقدم في أول المناسبات والصدارة الشاهينية في مقدمة الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على مقدمة الشوط. لكن الشاهينية الأخرى يا سلام تتسلل من عمق الميدان، هذه الشاهينية الأخرى لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وعاشق هذه السلالة، عاشق السلالة الشاهينية. بينما الانتقال إلى الشاهينية في المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمر الشاهينية عمر بن مطر بن لاحج الهاجري، ونقله إلى وصول مياسة في المركز الثالث. تتقدم تلو الأخرى مركز تلو الآخر إلى مقدمة الشوط وإلى منصة التتويج لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وصدفة في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريد الذي سحب من هذه اللحظات من بساط المركز الرابع من خلال وجود الذيبة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، وعن المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي ياخذ المركز الرابع. نتابع المركز السادس ومياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب سعيد بن سالم لينيبي، شواهين في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن حمود بن دعفوس المنصوري المركز السابع. هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ومنصور بن سعيد بن منانه السويدي في التضمير والمتابعة. هذه الأسماء التي دعناها على حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن هناك اللي اخترق حاجز الصوت واندفع إلى الصدارة والبداية شواهين ومياسة. ما شاء الله تبارك الله، شواهين إذن هي من تتخطى الآن، أو الشاهيني الشاهينية ما عليه. عموما على كل حال الشاهينية في صدارة الشوط اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، لكن السلالة الصغانية تفرض وجودها وترفض أن يأتي أحد في مقدمة شوطها. مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب على المركز الثاني يضمر مياسة مسري بن سالم بالعرط الحميري. يا سلام راحت مياسة، انطلقت مياسة على المركز الأول. الآن الشاهينية تتواجد في المركز الثاني، والكيلو الأخير يا مشاهدين يا متابعين كيلو الامتحان وكيلو الصراع، وهناك مياسة مسيطرة، الشاهينية تلحقها ملاحقة قوية. المركز الثالث نتابع الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر عمر بن لاحج الهاجري. المركز الرابع شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. هذه الأسماء، هذه المقدمة، ولكن مياسة أعلنت بأنها بطلة هذا الشوط وسيدة الموقف في الانطلاقات الحامية، في الانطلاقات القوية، في الانطلاقات الشديدة. يا سلام السلالة الصغانية عرفت على مر التاريخ وعبر التاريخ بأنها الأقوى والأفضل والأجود من خلال الجودة المحلية الأصيلة. عودة إلى مياسة وصدارة الشوط، اندفعت سلام سلام لها للمرموم، أسعد الله الله مساكم للمرة الثالثة في هذا المساء لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وللمضمر بسري بن سالم بالعرط الحميري. مشكور يا ابو حمد يا الخبير 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 الذي يطلق عليه الخبير من وجود، مع اكيد كل الخبرة الذي يحملها وشهادات الخبرة في هذا المجال، مجال التضمير. الشاهيني المياسة مسيطرة، مياسة مسيطرة على مقدمة الشوط لتأتي بالناموس، والتحية لمالكها
سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ولا جماهيرها ومحبينها امام خط النهايه تالينا والناموس والى المضمر مسري بن سالم العرضي الحميري الشاهينيه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد آل مكتوم بالمركز الثاني، المركز الثالث صدفه لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المركز الرابع شاهينيه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وخامسا شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني نعود بمشاهدينا الكرام مع حضراتكم ومع وجود مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، تانينا والناموس 9:43 تسع اجزاء من الثانيه تانينا والناموس على هذا الفوز، والتاني مسري بن سالم العرضي الحميري المركز الثاني اللي وصلت مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات، وادت اداء مميز شاهيني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم في 9:45.8 من الثواني، بينما ثالثا هناك وصول وتحدي اخر من نوع اخر مع صدفه لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم 9:47 جزئين.